معركة الفارسية 1987 ضد البوليزاريو مختلفة بزاف على الحروب الأخرى، لا من ناحية الظرفية لا من ناحية الشراسة ديالها. حرب ما تحسمات حتى الآخر ثانية تغفلنا فيها وكنا ناكلو قتلة، ولكن هادشي ما يمكنليش نعود لكم بلا ما تعرفوا قصة الصحراء المغربية. كاين اللي كيشوفها رملة عادية، لكن حنا كنشوفوها أرضنا وأرض جدودنا. حررناها من الصبليون في المسيرة الخضراء في 75. الصبليون وحلات لهم ودخلوا معنا موريتانيا في المعمعة، حيث المستعمر ضروري يخلي أثار سلبية قبل ما يخرج. الحسن الثاني يقراها في السماء وعرف أن موريتانيا ما قد حتى على بلادها، عاد زيد إقليم وادي الذهب، وقال ولد الداه رئيس موريتانيا في ديك الوقيتة: المهم انت دير فيها الرايات ديالك، ولكن حنا اللي نتحكموا فيها، راها بلادنا. وشوية عاد تخرج لنا بومدين من الجنب، قالك حتى هو بغى حقه وما كفاتوش بالشارو تندوف، وعرف ان من عند الحسن الثاني ما ينضي والو. مشى عند رئيس موريتانيا وكيهدد فيه: تقسم معايا شويه ولا ما يعجبك حال. ولكن الحسن الثاني مقريه سواريه، قال له: لا بغيتي شي حاجه شوفها مع الحسن الثاني. بومدين شاف ما عندوش الحل وحلف حتى يبلبلها، وبدا بالمسيره الكحله اللي طرد فيها 350 الف مغربي نهار العيد الكبير. ولا يسحاب الكوقف هنا فلا، صنع البوليزاريو ودار لهم مخيمات في تندوف، وبدا يجيهم الدعم من الجزائر وليبيا ومصر وكوبا وفنزويلا والفيتنام وايران وسوريا الى اخره من الدول. والمغرب من جهته كانوا عنده دول اللي كيعاونوه ولكن غير بسميه. وتقول لي كيفاش بسميه؟ زعما مصلحه تبيع لك سلاح، ولكن الى جات عنده شي دوله اخرى راه تترزق معاها، ومنهم فرنسا وامريكا والسعوديه. اول حرب ديال المغرب ضد البوليزاريو كانت في امقالة واحد في 1976. في السنين الاولى المغرب ما كانش كيعاني، حيت البوليزاريو والجزائر لاحظوا ضعف موريتانيا بداو كيهاجموها بزاف. 3 سنين الحرب معاهم كانت كافيه باش موريتانيا تستسلم وتسني اتفاقيه كتعترف بالبوليزاريو، الحاجه اللي قلقات الحسن الثاني، وخرج مره اخرى بكلمته الشهيره: كبر هاد صغار. ولولا التدخل السريع ديال التروازيام والويتيام والسيزيام غيم في معركه بير انزران 1979 البطوليه قيادة الغجدامي وأمزرت، وضربنا بعصفورين بحجر واحد، قدرنا نكملوا الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة. والحاجة الثانية، عطينا مساج قاصح للبلدان اللي ضد الملكية أن اللي قرب شبر من الصحراء ما يلوم غير راسه. وتوالات الحروب والمعارك ضد البوليزاريو في الزاق والسمارة والمحبس والتفاريتي وأم دريقة وقلت تزمور وبكرع والفارسية إلى آخره. حروب اللي دامت أكثر من 15 سنة مشوا فيها الألاف من حماة الوطن، المرابطين، الأبرار اللي قدموا رواحهم في سبيل الوطن. رحمكم الله جميعا. Est-ce que vous accepteriez l'idée de continuer à vous battre pendant 10, 15 ans, 20 ans jusqu'à l'infini? Ça vous gêne pas? Ça nous gêne. C'est notre territoire. شحال صعيبة تكون محتفل بعيد الاستقلال والمغاربة فرحانين بنهار مجيد، وحاجة وحدة أتغير مجرى العيد المأساة جميع رموز المملكة. نهار 16 نوفمبر 1955 تاريخ عظيم في سجلات المملكة، محمد الخامس رجع من المنفى، المغاربة خرجوا يستقبلوه بعساوة والعيطة والرقادة وأحواش. عام من بعد 18 نوفمبر 1956 المغرب ولا حر من الحماية الفرنسية، وبدينا صفحة جديدة مع مغرب جديد. 31 عام من بعد 18 نوفمبر 1987 المغاربة فرحانين في الشارع وفي الديور، كيسينوا بحال كل عام، تصوروا أغاني عيد الاستقلال، كل شي بادي مزيان، مع النبوري المغاربة كيفطروا النشيد الوطني مطلوق في التلفازة والراديو. شوية بان ميساج في التلفازة ونقاط على البت، وكل شي بدا كيلغي بالغاه. هاللي كيقولك المشكل من عندهم، هاللي كيقولك واقع مشكل في الصحراء، والحقيقة هي مشكل في الصحراء المغربية. يقول الشاعر: وقسى ليزدجر، ومن يك راحما يقس احيانا على من يرحم. On veut notre terre, on veut toujours notre terre. On veut notre terre jusqu'à la mort. Notre terre c'est toute notre vie. C'est notre terre, ça y est. Vive le roi Hassan II! Vive le roi Hassan II! Vive le roi Hassan II! معركة الفارسية اللغز ديالها كان معقد، وجوابها كان عند الحسن الثاني والجنرالات المغربية، وبينات البوليزاريو مرة أخرى على المكر والخدع ديالهم. والصراحة في الأول تصيدنا، حيت 18 نوفمبر 1987
غير باندو النهار وجو مهمي على مدينة أم دريقة من طرف البوليزاريو وغير باش يلهيو حماة الوطن، حيت الحرب ما غاديش تقام تما. الخطة اللي نجحات المعركة ديال بصح غادي تقام بعيدة ب 600 كيلومتر على أم دريقة وقلت الزمور وبالضبط في الفارسية. العسكر المغاربة تصيدوا غاديين بالفرق والعتاد الكبير وخواو المدن الأساسية، ما يسمى برباعي الموت، وكيعنيو بها بير لحلو، تفاريتي، الفارسية والمحبس، حيت اللي حكم ديك البلاصة أي سيطر بسهولة على مدن أخرى مهمة بحال أمقالة والسمارة والزاق. المهم خليونا في الحرب، دبابات وعربات البي ام بي ديال البوليزاريو دخلوا للصحراء المغربية من موريتانيا ومتوغلين في جهة أم دريقة حتى وصلوا للجدار الأمني وبداو كيتيروا فيما جاب الله. والرد جا سريع من عند حماة الوطن اللي ما كانوش متمركزين بعيد على ديك البلاصة بجوج فرق. الفرقة الأولى رقم 44 بقيادة لاسبيرون أحمد مولاي، الفرقة الثانية بقيادة ليوتنون المهدي. حماة الوطن يجريوا على البوليزاريو ويسحب لهم راه انتصروا وفرحوا قبل الوقت، ولكن في الحقيقة البوليزاريو موجدين خطة ذكية. وأكبر مشكل اللي كيواجه المغرب أنه بعيد بزاف على منطقة الفارسية اللي غادي تقام فيها أكبر المعارك، اتصالات ما بين الفرق ولي ريجيمون اللي كاينين في الصحراء، وتوتر كبير وساعات معدودة عند العسكر المغربي باش يتدخلوا. كل دقيقة ضاعت منهم فرص الانتصار كتقل، والحسن الثاني ما فراسو ما يتعاود. آخر الأخبار عنده هو أننا جرينا على البوليزاريو من أم دريقة. البناني ودريس البصري كيتافقوا واش يقولوها ولا حتى يفكوا هاد الحريرة بلا ما يخلعوه، وشوية يوقع خلاف بيناتهم. حيت دريس البصري قال البناني ضروري نقولوها لسا ماجيستي راه تكون عنده خطة جهنمية. البصري غادي يقولها الحسن الثاني بارتباك، وهنا غادي يقول لهم هدرة غادي ترجع فيهم الروح. La région militairement à l'heure actuelle du côté de Zak, vous ou le Polisario? Eh bien, si vous voulez venir vous y promener, c'est moi qui vous conduirai, c'est pas le Polisario. Comment sortir de ce qui est de plus en plus une guerre qui coûte des vies, qui coûte de l'argent à vous, au peuple marocain? Comment en sortir? Il n'y a pas 50 000 façons de sortir d'une guerre, il n'y en a qu'une, c'est d'essayer de la gagner. في الجزء الثاني غادي نشوفوا كيفاش البوليزاريو زربات علينا حتى قلنا صافي نهار عيدنا نهار الخسارة، ولكن بالتوفيق ديال الله والخطة ديال الحسن الثاني والشراسة ديال المقاتلين كانوا أسبوع في الأرض ونسورة في السماء. دمتم في رعاية الله.